معكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. بداية وبمناسبة زفاف سمو الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني على السيد جميل ألكساندر ثيرميتوس، تتقدم المديرة الإقليمية لمكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل بخالص التهنئة إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبد الله، متمنين للعروسين حياة مليئة بالسعادة والهناء. ونستهل نشرتنا بأبرز العناوين. جلالة الملك، لا يمكن للأردن التقدم للأمام دون دور فاعل للمرأة. المدينة المقدسة تحتفل بانتهاء أعمال الترميم في علية صهيون. نورسات تنظم دورة تدريبية في الإعلام المرئي والمقروء. الكنيسة القبطية في عمان تحتفل بالعيد 32 لرسامة القمص أنطونيوس الصبحي. وفيها أيضاً صلوات الزمن الأربعين المقدس في حلقة من برنامج صباحكم نور. أهلا بكم. تقبل جلالة الملك عبد الله الثاني في قصر بسمان العامر أوراق اعتماد سعادة سفير الكرسي الرسولي في الأردن المونسنيور جوفاني توزو. حضر مراسم الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي ووزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة الدكتور إبراهيم الجازي. ويشار أن السفير البابوي الجديد المولود في إيطاليا عام 1964 حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة وعلم اللاهوت. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن فخره بدور المرأة الأردنية وإنجازاتها، مؤكداً أنه لا يمكن للأردن التقدم للأمام في مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري دون دور فاعل للمرأة. واعتبر جلالته أن المرأة شريكة أساسية في تطور الأردن، مشدداً على أهمية توفير كل السبل لتمكينها وزيادة مشاركتها في القطاعات الاقتصادية وتعزيز مكانتها في المجالات القيادية والإدارية. وقع مجلس حكماء المسلمين ودائرة الحوار بين الأديان مذكرة تفاهم في مقر الدائرة الفاتيكانية لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات. ومثلت دائرة الفاتيكانية عميدها الكاردينال ميغيل أنجيل، في حين مثل المجلس أمينه العام المستشار محمد عبد السلام. وتنص الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة دائمة للحوار بين الجانبين، إضافة إلى الاتفاق على عقد لقاءات سنوية من أجل تنسيق الجهود والمبادرات المشتركة التي تعزز الحوار بين أتباع الديانات والثقافات المختلفة حول العالم. وأعرب الكاردينال ميغيل عن تقديره لجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، مسلطاً الضوء على العلاقة التاريخية بين البابا فرانسيس وإمام الأزهر التي أصبحت مصدر إلهام لملايين المتدينين حول العالم. احتفلت كنيسة السيدة العذراء للأقباط في عمان بعيد البابا كيرلس وبالعيد 32 للرسامة الكهنوتية للقمص أنطونيوس الصبحي حنة راعي الكنيسة، بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وحضور جمع كبير من أبناء الرعية في الأردن. وقد سبق الاحتفال الذي أحيته جوقة كورال بارثينوس إقامة قداس إلهي ترأسها قدس الأب أنطونيوس بحضور حشد كبير من المؤمنين. وفي عدة القداس عبر الأب أنطونيوس عن شكره لكل من رافقه في مسيرته الكهنوتية ولكل من حضر هذه الاحتفالية. بمناسبة يوم المرأة العالمي، أقامت الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرانية اللاتين احتفالاً في قاعة كنيسة ماري يوسف جبل عمان. وقد رعت الاحتفال الذي أقيم تحت شعار عش حياتك بالطريقة التي تريدها الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لفضائية نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين. وفي كلمة الافتتاح أكدت السمعان أن الحركة الكشفية الكنسية لها أهمية كبيرة في تنمية حياة الفتاة وصقل شخصيتها للمستقبل، مشيرة إلى أن المرأة هي جزء رئيسي في المجتمع وشريكة في البناء والنهضة. مبسوطة بوجودي مع مجموعة مرشدات مطرانية اللاتين، عم بيحتفلوا بعيد بيوم المرأة العالمي، فحبينا اليوم نكون معاهم كنورسات ونعطي خبرتنا، يعني اللي المتواضعة بدي أقول، لكن كنت فخورة إني أعطي هالخبرة وهالشهادة لإلهم، وفخورة بإنجازاتهم، فخورة بعطائهم، فخورة بخدمتهم الكنسية ومحبتهم. بتمنى لهم كل التوفيق بحياتهم، بأسرهم، بعائلاتهم، وربنا يكون معاهم، وشكرا لكم.
وتخلل الحفلة تقديم العديد من الفقرات والكلمات حول أهمية الكشافة في حياة المرأة ودورها القيادي ومكانتها في المجتمع. حضر الاحتفال عدد من راهبات الوردية والقائدات المؤثرات في المجتمع وجمع من المدعوين. دعينا جميع القيادة الإرشادية الموجودة عندنا، طبعا هم من كافة محافظات المملكة، مع كم من مرشدة موجودة عندنا، يعني مش مع كم من مرشدة، مع كم من إرشادية مرشدات موجودين عندنا. طبعا اللقاء تاعنا كان بعنوان Lead your life the way you want، انه كيف المرأة او الصبية بتقود حياتها بالطريقة اللي هي بدها اياها. كان في عندنا giveaway بسيط اللي هو من المراي اللي بيثبت انعكاس المرأة بحياتها من ناحية كمعلمة، كمحاسبة، كقائد كشفي، كدكتورة، وين ما كان موقعها بالمجتمع وكيف بينعكس، لانه هي مصدر قوة وشو اللي بيكون دافعها. وإن شاء الله يا رب كل نساء العالم يكونوا يعني سيدات المجتمع الأردني وهم سالمين يا ربي. وبتشكر شكر خاص للدكتورة باسمة السمعان لحضورها معنا ولدعمها الدائم لإلنا، وهي السند لكل صبية ولكل سيدة موجودة بالمجتمع. وطبعا لتواجد بنتها ريبيكا عودة، وللصراحة هم أغمرونا يعني وخلونا يعني فخورين فيهم، ودائما السيدة باسمة هي بتعطينا دعم، واليوم من خلال تواجدها أعطتنا الدعم الزايد والدافع الزايد حتى إنه إحنا نتابع بالطريق اللي إحنا ماشيين فيها. على صعيد آخر، وتقديراً لجهود مكتب نورسات الأردن بتغطيته لفعاليات مؤتمر الطبيبة العربية الأول والأردنية الثاني، قدمت الدكتورة ميسم عكروش رئيسة مؤتمر الطبيبات الأردنيات والدكتورة سهى خليفة درعاً تكريمياً لمديرة المكتب الإقليمي لفضائية نورسات الأردن وفلسطين الدكتورة باسمة السمعان، وذلك لجهودها المتميزة في التغطية الإعلامية لفعاليات المؤتمر الذي عقد مؤخراً في العاصمة عمان تحت عنوان وقاية وقيادة وتحديات. وأكدت الدكتورة السمعان خلال اللقاء الذي تم في مكتب نورسات على أهمية دور تمكين المرأة في الإعلام وضرورة الاهتمام بنشر وتغطيات الأخبار الجنسية في المملكة. ومن جانبها عبرت الدكتورة عكروش عن شكرها لفضائية نورسات وقالت: تشرفنا اليوم بزيارة قناة نورسات ودكتورة باسمة السمعان والفريق الرائع لتكريمهم لدعمهم ومشاركتهم الواضحة جدا بحضور ومشاركة وتصوير وبث عن مؤتمر الطبيبة العربية الأول الأردنية الثاني الذي كان بفندق الانتركونتيننتال بنهاية شهر 10 عام 2022، حيث كان حضور مميز لطبيبات من 22 دولة العربية. وكما عهدنا من نورسات دائما سباقون ودائما مميزون ولهم حضور في كافة الفعالات التي ترفع اسم الوطن في المحافل العربية والدولية. وأيضا بهذا الحدث بالذات كان يعني لهم دور كبير بتحقيق ما نصبوا إليه، وهو رفع شأن المرأة وتمكين المرأة كما يتماشى مع الرؤية الملكية، وهذا الآن نهج في المملكة. شكرا لنورسات، شكرا لكم، وشكرا للأردن اللي دائما بتكون حاضنة كل العرب. ويشار أن مؤتمر الطبيبة العربية الأول والأردنية الثاني الذي حضرته الدكتورة السمعان في نادي الملك حسين أطلق برنامج الكلية الملكية للأطباء العالمي للنساء القياديات بهدف تمكين المرأة في مختلف المجالات وعلى وجه الخصوص في المجال الطبي. ببركة سيادة المطران خريستوفورس مطران الأردن للروم الأرثوذكس، أقامت أخوية القديسين قسطنطين وهيلانة في مرج الحمام فطورها السنوي بمناسبة عيد الأم بحضور الرئيس الروحي للزرقاء وشمال الأردن قدس الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش. وفي جو من الألفة والمحبة قدم الأب قاقيش حديثا روحيا بعنوان كيف نحيا الصوم، أشار فيه إلى أبرز إنجازات الأخوية للعام المنصرم والتي لم تكن لتتحقق بدون دعم أبناء الرعية المستمر للأخوية ونشاطاتها. كما أعلنت الأخوية خلال الفطور عن انطلاق مبادرة بركة التي تهدف إلى إعانة أكبر عدد ممكن من العائلات المحتاجة بصورة شهرية. نظمت فضائية نورسات دورة إعلامية تدريبية في كنيسة مار شربل بعمان لعدد من الشابات والشباب لغايات تأهيلهم لممارسة العمل الصحفي والتلفزيوني، حيث تلقى المشاركون خلال الدورة محاضرات وتطبيقات في العمل الإعلامي المرئي والمقروء. التفاصيل في سياق التقرير التالي. بيقول النص بالإنجيل خرج وأخذ يزيع الخبر،
إيمانا منها بدور الشباب في المحافظة على نزاهة وشفافية الإعلام، ولأجل غد إعلامي مسيحي مشرق رسمت فضائية نورسات من خلال مكتبها الإقليمي في الأردن خطة بعقد دورات تدريبية لطلبة الجامعات والمدارس وللعاملين في المؤسسات المختلفة لغايات تأهيلهم لأن يكونوا قادة المستقبل في المجال الإعلامي. وتجسيداً لهذا الدور الإيماني نظم مكتبها في عمان دورة تدريبية في العمل الإعلامي المرئي والمقروء، وذلك في كنيسة مارشرب طريق المطار، حاضر فيها نخبة من الإعلاميين في الأردن ولبنان. وفي بداية الدورة التي شارك بها عدد من المتدربين الشباب والشابات، ألقى راعي الكنيسة الأب جوزيف السويد كلمة أكد فيها على أهمية الإعلام في تنمية المجتمعات وتوعية الأجيال من خلال تعزيز ثقافة التواصل والحوار بين الناس. أنتوا كتير بتعرفوا أنه بعض الأشياء اللي صارت، مثلاً طفل على شط البحر يمكن عريان صوروها بإحدى المرات، عملت بوم رهيب أكتر من كل السياسيين اللي بيحكوه عند يسوع. أخوتي بتكون تفاجئوا، صلاتي إلكن اليوم هو إنكن عن جد تكونوا عشاء للكلمة، تكونوا عشاء لنقل الخبر، للكابتشر. عيونكن هن أجمل كاميرا، بس عيونكن تحب أو تنقز أو يمكن تحسوها هيك كانت مستغربة شغلة، خدوها بالكاميرا لأنه حلو العالم يشوفوها. ومن هون بدي قلكن صلوا كل عمل بتعملوه، صلوا. الأبرص طلع مش قادر يسكت عن رحمة الله وكيف أنه جسمه كان مخزق، كان كله مشلوط شلط، يصير إنسان رائع. مشان هيك علمنا اليوم نهار بده السلطة الأولى، ما عادت القيادات، السلطة الأولى صارت الإعلام. وفي كلمة الافتتاح رحبت الدكتورة باسمة السمعان المديرة الإقليمية لمكتب فضائية نورسات الأردن وفلسطين بالمشاركين في الدورة، وألقت محاضرة حول الأخلاقيات والضوابط المهنية في العمل الإعلامي، مشددة على أهمية التحري والدقة عند كتابة الخبر الصحفي، كما تحدثت عن أدوات التواصل الاجتماعي في ظل أخلاقيات الإعلام ودور الشباب في الاستخدام الفاعل لمواقع التواصل الاجتماعي. أنا بحكي عن موضوع التواصل الاجتماعي، بدكم تطلعوا على المألوف، دايماً تلاقوا الإشي اللي بيجذبك أنت كشخص. أنت هل هذا اللي كتبته واللي نقل صورته إذا أنت قريته بيجذبك؟ إذا أنت شفته على صفحة حدا تاني ممكن تعمل له لايك؟ ممكن تكتب تعليق؟ بدك تقيم حالك، فبرجع لإلك. هذا الشيء احنا ما بنقدر كمدربين مثلا او مدربات او بننقله كخبره اعلاميه، ما بنقدر نعطيكم اياه. هذا حسك الداخلي، وبعتمد على سكيلز والمهاره والموهبه والشغف. وبدورها وجهت الاعلاميه اللبنانيه جوزفين الغول مشاركي الدوره بضروره التزام الصحفي بالدقه والتجرد والحياديه والاستقلالية التامة عند كتابة الخبر الصحفي، وعدم التأثر بأي ضغوطات خارجية من شأنها أن تفقد مصداقيته عند الجمهور المستهدف. نحن هون إعلاميين عم ننقل خبر أول شيء بكل تجرد، CNN، BBC، كل القنوات العالمية، ما في إعلام ما أخذ صورة عن تليفون شخص، مظبوط هذا الحكي؟ وهيدي رح توثق هذه الصورة لهالرجل التاريخي أو المرأة التاريخية يلي أخذت هذه الصورة بوضع مخاطرة، لأنه الانفجار كان عم بيطلع ويكبر، أخذتها وسجلت بالتاريخ. لأن اليوم مين ما بده يعمل أي خبر عن انفجار 4 آب ببيروت بده يستعمل هذه الصورة. عامل آخر تاني، زلزال تركيا يلي كل العالم
والقنوات كانت 24 ساعة بس على 24. في أماكن كان فيها ضحايا، وأنا بدي أخذ الحالة اللبنانية شخصيا بكل صراحة. نحن كان عنا 3 أشخاص من اللي نحن بنعرفهم وراب إلنا، وفي منهم شخص بيشتغل معي بالمواضيع الإنسانية ومن غير ديننا، بس نحن بالأعلام وبنورسات نحن بدنا نكون إنسانيين، وممنوع نحكي بالطوائف وبالأديان إذا كنا بنورسات. نحن عنا الإنسان فوق كل شيء. وشارك في المحاضرات عدد من المتحدثين، حيث تناول الأبجور شرايحة أساسيات الإعلام الكنسي، مشيرا إلى ضرورة اعتماد الصحفي على الخبر المفرح والابتعاد عن الأخبار التي تثير البلبلة والشك لدى المؤمنين. كما تحدثت في الدورة الإعلامية اللبنانية ماريا دا سيلفا حول أدوات التواصل الاجتماعي والنشر الصحفي من خلال تجربتها في المجال الإعلامي. وتناول كل من رولا سماعين ومحمد لوشاح طريقة كتابة التقرير الصحفي وإعداد التقرير التلفزيوني، كما قدم المصور مينا سمير مجموعة من المهارات التي يحتاجها العاملون في مجال التصوير. ومن جهتها استعرضت الناشطة المؤثرة ريبيكا عودن قصصا من النجاحات في العمل الإعلامي، مستندة إلى خبرتها في التعامل مع تطبيقات التواصل الاجتماعي والاهتمام بالمحتوى وقيمته لدى مستخدميه. وأبدى المشاركون في الدورة التدريبية الإعلامية إعجابهم بمستوى الدورة ومدى استفادتهم من خبرات المحاضرين المتخصصين، على اعتبار أنه كلما زادت مهارات المتدرب كلما زادت فرص نجاحه في الحياة العملية. مشاركتي بالدورة اللي أعدتها نورسات الأردن بالتعاون مع نورسات لبنان كانت جميلة جدا. أخذت منها أساسيات الإعلام، إن كان كيف كان زمان تاريخيا الإعلام، وكيف كان الاستراتيجيات اللي بيعتمدها عنها الإعلام، وكمان تطورنا لهلأ حاليا عن السوشيال ميديا وكيف الواحد ممكن يكون تليفونه وكان هو بأي مكان يكون هو صحفي وإعلامي بأرض اللي هو ماشي عليها وبالأرض الموجودة موجود فيها. فهذا الشيء خلاني الصراحة أفتح أفاقي أكثر توجها للإعلام، ورح أستفيد كثير فيها بخبرتي بالشغل. وبشكر طبعا نورسات الأردن ممثلة بالدكتورة باسمة السمعان، طبعا جهودها دائما مشكورة وموجودة بكل الكنائس بالأردن، وأكيد ممثلين نورسات لبنان. أنا أجيت على الدورة هون عشان حابة أتعلم بالتصوير، واستفدت كتير، وشكرا عن جد للي حاضرونا، كانوا كتير أعطونا معلومات مفيدة وجديدة، مثل إنه سرعة الشتر وكيف نتغير بالتصوير والأديتينج تبع الصورة. فعن جد شكرا للدورة هون إنه جينا واستفدنا وأعطونا كتير أشياء معلومات مهمة. الدورة ساعدتني في التصوير، وكمان ساعدتني كيف أكتب مقال عشان كمان مطلوب من المدرسة ساعدني فيه. سبب التحاقي بالدورة علشان أتعلم التصوير الفوتوغرافي، أساسيات التصوير الفوتوغرافي، وكيف السوشيال ميديا بتلعب دور بحياتنا، وكيف أنا بدي أطور مهارات التصوير الفوتوغرافي، زائد كتابة الخبر وكيف نشره على مواقعنا إحنا، وكيف أستفيد أنا من ناحية أنه أنا بمدرسة وفي مجال شغلي، كيف أنا أطور مهاراتي بكتابة خبر على صفحاتنا وكيف ننشرهم. استفدت كثير منها بأشياء كثيرة، مثل التقارير كيف أكتبها، العناصر كيف أكتبها. طبعاً الحاضرين كلهم ساعدوني كيف أعمل هدول الأشياء وأتعلمها، وأعطوني خبرة أكثر من خبرتهم الواسعة. وطبعاً استفدت برضو بالفوتوغراف من ناحية التصوير، من ناحية العدسات، من ناحية متى بتستعمل ريزوليوشن أكتر، ناحية متى بتستعمل ريزوليوشن أقل حسب الموقع، حسب الصورة، وكيف نرتب جدولنا وتقاريرنا كاملة اللي نقدمها إذا كانت تقارير إعلامية أو صحفية. بهاي الدورة أنا تعلمت كيف أصير أكتب خبر وتقرير، وتعلمت كيف أصير أقدر أخذ صور بشكل منيح لأنزلهم على موقع الكنيسة، وتعلمت أشياء ما كنت أعرفها الصراحة، أشياء يعني جديدة كانت علي، كتير كانت مفيدة بالنسبة لي. الحقيقة أنا كتير مسرور إني شاركت بهاي الدورة. هاي الدورة يلي زادت علينا معرفة وتحدثت عن إعلام مش كتير بالناس تتحدث عنه، هو الإعلام بالحس الروحي أو الحس الكنسي. اليوم كتير مهم إنه يكون للكنيسة صوت ولشباب الكنيسة صوت، لأنه لو
يعني أكبر مؤسسة أو أكبر منظمة اشتغلت على حالها وصرفت ملايين الدولارات بس ما كان إلها وجود إعلامي فهي مؤسسة فاشلة. ونفس الشيء كمان للكنيسة لازم يكون في دور. فدائما بسأل لو كان مثلا تلاميذ موجودين بعصرنا فأكيد راح يكون إلهم وجود على السوشيال ميديا، إلهم مواقع. فكتير مهم كان مشاركتي بهاي الدورة، وكمان زادت علي معرفة أكبر بالتصوير الفوتوغرافي وبالضوابط الأساسية في كتابة الأخبار الصحفية. وفي ختام الدورة التي استمرت يومين سلمت كل من الدكتورة باسمة السمعان والسيدة جوزفين الغول الشهادات للمتدربين المشاركين. أقيم في كنيسة بولس الرسول اللاتين جبيها قداس الأحد الثاني من زمن الصوم الأربعيني. ترأس القداس كاهن الرعية قدس الأب سامر مدانات بمعاونة الأب علاء بعير، وبمشاركة جوقة الرعية بقيادة حنين جدعون وحضور عدد من المؤمنين. وفي عظة القداس ذكر الأب مدانات أن السيد المسيح قام بالتجلي من أجل تلاميذه حتى يشجعهم على إكمال المسيرة نحو الجلجلة بدون خوف أو تردد، ليبلغوا معه مجد القيامة من خلال التحول إلى الإنسان الجديد القائم للحياة الجديدة. واليوم يأخذنا الإنجيل إلى جبل آخر، إلى جبل التجلي، لنتأمل بوجه يسوع الإله، يسوع الذي يظهر نفسه إلها حقيقيا. تجلي السيد المسيح، الإنجيل بيقول وتجلى أمامهم، وفي ترجمات عربية أخرى بيقول تغير منظر وجهه فصار مشعا كالشمس وثيابه تتلألأ كالنور. هذا التجلي يشبه أحداث أخرى حدثت في الإنجيل ولكن بصيغة أخرى. قبل هذا الفصل من متى 17 منشوف متى 16، وفي مسافة ليست بعيدة عن الجبل، وفي أيام مش كثيرة تقريبا 6 أيام، السيد المسيح يظهر نفسه لتلاميذه بالسؤال اللي بيطرحه على تلاميذه وتأملنا فيه مع بعض، لما بيقول من ابن الإنسان في قول الناس؟ فكلهم صاروا يجاوبوا، يوحنا المعمدان، إيليا النبي، أحد الأنبياء. وسألهم ومن أنا في قولكم أنتم؟ هون أجاب القديس بطرس نيابة عن كل الرسل وقال له أنت المسيح ابن الله الحي. في الأرض المقدسة وبمناسبة انتهاء أعمال الترميم في علية صهيون في دير مارمرقس، أقامت النيابة البطريركية للسريان الأرثوذكس أمسيتها تراتيل روحية أحيتها جوقة يسوع المسيح القادمة من إيطاليا، حيث ملأت الجوقة قلوب الحاضرين بأجواء من الروحانيات عنوانها السلام. وهذه الأمسية المكرسة للسيدة مريم العذراء هي الأولى التي ابتدأت في دير مارمرقس، وعقبها عدة أمسيات روحية في أماكن مختلفة من الأرض المقدسة. حضر الاحتفالية مطارنة الكنائس المقدسية والأباء الكهنة والراهبات والرهبان وحشد غفير من الحضور. انطلاقاً من قيم زمن الصوم المقدس وتفعيل الشراكة مع الآخرين، أقامت مجموعة كشافة تيرا سانتا نسور المهدي في مدينة بيت لحم عشاءً تقشفياً لأبناء الرعية، وذلك في مؤسسة العمل الكاثوليكي. وتخلل حفل العشاء الذي حضره الأب رامي عساكرية المرشد الروحي للمجموعة نشاطات روحية وألعاب وتقديم هدايا وجوائز ومسابقات. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ابن الله الحي ارباني
بتنظيم من مجموعة كشافة تيرسانتا نسور المهد، وبمباركة كاهن الرعية الأب رامي عساكري المرشد الروحي للمجموعة. نظمت المجموعة العشاء التقشفي المجاني السنوي في قاعة مؤسسة العمل الكاثوليكي في بيت لحم لأبناء الرعية وأهالي والأفراد والمنتسبين المجموعة والمساندين. ابتدأ الحفل بصلاة من الأب عساكرية، حيث بارك الطعام الذي أعد من قبل الأفراد. تخلل الحفلة ألعاب وهدايا وينصيب نال إعجاب الحاضرين. ويعود ريع الحفل للعائلات المحتاجة في المدينة، وخصوصاً نحن نعيش الزمن الأربعيني، زمن الصوم والصلاة والصدقة، هو زمن العطاء. اليوم بعد ما صلينا للعالم أجمع ولكل الناس اللي بيطلبوا صلاتنا، عملنا كإشي معتاد بالرعية اللي بتنظمه الكشاف، وهو عشاء تقشفي. عشاء تقشفي هو لحظة منعيش المحبة في بعضنا البعض، نرجع نتواصل بعد انشغالات الحياة، وهذا هدف الصوم، أتقرب من الآخر وأفكر كمان بالفقير، لأنه حاجة. العشاء التقشفي هو كمان ريعه، مع أنه مجاني ولكن لعبة الطنبلة اللي فيه وغيره، ريعها راح تكون لدعم الفقير في الرعية. فنحن بنشكر اللي نظموا العشاء هذا كلياتهم، نتمنى أمسية سعيدة للكل، نتمنى هالصوم يكون صوم وقت بركة ونعمة وقداسة وتوبة على العالم أجمع، آمين. الهدف من وراء هذا العشاء أنه الكل يشعر مع الكل، لأنه زي ما حكينا إحنا في زمن الصوم الأربعيني، ومن أهداف الحركة الكشفية كمان والشغل اللي إحنا بنشتغل عليه إنه مساعدة الآخرين ونكون لجانب الآخرين. إحنا عم يعني في هاي اللحظات في طنبلة موجودة ورانا، ريع الطنبلة كلها والأمور كلها المادية اللي راح تطلع من وراء هذا النشاط راح تتوزع على العائلات المحتاجة اللي موجودة في البلد. فالعيش في هذا الزمن هو سعادة الآخرين من خلال هذه النشاطات التي تقام بلحظات مليئة بالفرح والحب والمشاركة معا والعيش كعائلة واحدة حول مائدة مباركة. طبعا احنا في الزمن الأربعيني مسوين عشاء تقشفي ودعين فيه لجميع أبناء الرعية عشان نتشارك هذا الخبز الأرضي، وذلك بعد مشاركتنا في تنظيم درب الصليب والقداس الإلهي في كنيسة القديسة كاترينا بعد مشاركة الخبز السماوي. وطبعا في الزمن الأربعيني بذكرنا في مشاركتنا للفقيرين بجميع الأشياء اللي نقدر نعطيها إلهم، مثل الأشياء المادية والأشياء المعنوية والوقت وغيره. وإحنا من منطلق هذا المبدأ ومبدأنا نحو الإنسان والآخرين عاملين هذا العشاء التقشفي لجميع الأبناء في رعيتنا لنتشارك مع بعض ونحتفل بهذا الزمن الأربعيني. طبعا احنا في الزمن الأربعيني متعودين نعمل نشاط دائما اللي هو عشاء التقشفي، وفي مخيماتنا احنا دائما بنعمل نشاطات في اي زمان. دائما احنا متعودين انه احنا بنشتغل بايدينا بشغلنا، ان كان لا بنجيب شيء من برا ولا شيء، كلياتنا بنساعد بعض، القاضي بيساعدوا بعض، افرادنا بيساعدونا، كل شيء بشغل ايدينا، ما بنجيب شيء من برا، لانه الكشاف احنا دائما مقتصد، احنا بنعتمد على نفسنا. وكل عام وانتم بخير. فالكشاف ليس فقط للاستعراضات الكشفية في المناسبات والأعياد، بل هو عطاء بلا حدود، لأن الكشاف متطوع في خدمة وتنمية المجتمع ويتبع نهج الخدمة نحو الله والوطن والإنسان. للنرسات مارلين الحدوة من مؤسسة العمل الكاثوليكي بيت لحم. تحت رعاية السفيرين الفرنسي والبلجيكي في عمان وضمن الاحتفالات العالمية بيوم اللغة الفرنسية، قدم طلبة مدارس بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في عمان والفحيص ومادبة وحنينة في قاعة كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية عروض فنية من مسرحيات وفقرات شعرية وغنائية باللغة الفرنسية، كما تضمن الاحتفال إلقاء العديد من الكلمات بهذه المناسبة. حضر العرض عدد من الآباء الكهنة ومندوبون من السفارات الرومانية والفرنسية واللبنانية، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الرسمية والتربوية وذوي الطلبة المشاركين.
احنا بنعلم اللغة الفرنسية في عدد من مدارسنا في المحافظات، في مادبة، في حنينة، في الفحيص وفي عمان. واجت فرصة اليوم انه الطلاب يشاركوا بعض مما تعلموا خلال السنوات الماضية مع ممثلين من السفارات، السفارة الفرنسية، الرومانية، اللبنانية. مثل هاي الفرص بتعطينا حافز انه احنا نكمل نستمر، لانه هي نافذة لطلابنا وفرصة انهم يتواصلوا مع الثقافات الثانية، يتعلموا، يختلطوا بالشعوب الثانية، وهي بتثري طبعا حضارتنا، بتثري خبرات الطلاب. فإحنا بنأمل أنه يكون في مثل هيك تواصل وعلاقات قادمة مع كل السفارات الفرنكوفونية حتى يقدروا الطلاب يتحدثوا ويحاوروا يعرضوا كل تجاربهم، ونستفيد كمان من خبراتهم، تبادل ثقافات، حوار. فهذا كله بيجي بثري زي ما حكيت خبراتنا وتجاربنا في المدارس. La francophonie, c'est d'abord une organisation internationale. La francophonie هي منظمة دولية بتجمع 84 دولة من مختلف دول العالم، الناطقين والمتحدثين باللغة الفرنسية. كل سنة بالعشرين من شهر أذار تحتفل هاي المنظمة بالإضافة لجميع هاي الدول بأيام الفرنكوفونية، وبهاي المناسبة بتقوم السفارات والمعاهد الفرنسية بتنظيم فعاليات في للاحتفال باللغة الفرنسية. من ضمن هاي الفعاليات منظم المعهد الفرنسي مثلا عندك حفلات موسيقية أو أفلام، بالإضافة لزيارات للمدارس، للجامعات، والاحتفال بكل المتعلمين للغة الفرنسية والمعلمين للغة الفرنسية. فنحن متواجدين اليوم بهاي المناسبة. كرمت مدرسة بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية الدولية في الفحيص التلميذة مارسيلس ميرات، التي حصلت على 3 ميداليات ذهبية وكأس في البطولة العالمية للجمباز التي أقيمت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. حضر الاستقبال متصرف لواء ماحص والفحيص سطام المجالي ورئيس البلدية عمر عكروش ومديرة عام مدارس البطريركية لين مدنات وعدد من الشخصيات الدينية والرسمية والأهلية. وعبر الحضور عن فخرهم بإنجاز الطالبة سميرات وتمنوا لها المزيد من النجاح والتقدم في رفعة شأن الوطن. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان حلقة متميزة بعنوان صلوات الزمن الأربعين المقدس. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف المونسنيور جوزيف السويد راعي الكنيسة المارونية في الأردن والشماس جريس ثابت من كنيسة الروم الملكي للكاثوليك. وقد تركزت الحلقة حول أهمية الصلاة في زمن الصوم الأربعيني التي تشعر المؤمن بالخشوع والإيمان والإطمئنان حتى ينال بالنهاية الملكوت السماوي. فإلى هناك. خطر جدا أنه لما منعتبر حالنا مؤمنين نحن ومنقول أنه نحن مؤمنين وما منصلي، ما منروح منصلي، ما منقيم الصلاة كل ساعة وكل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة، لا، فقدنا السيطرة على إيماننا، خلونا من الدفى الروحي، بنصير نحن عطشانين لهذا النعمة الروحية، بتصير نفوسنا جافة مثل ما قال أشعيا النبي عن إنه الروح جافة لأنه فاضت وانقطعت منها ينابيع الحياة، والينبوع الحياة اللي هو العلاقة والاتصال مع ربنا. ما تأثير الصلاة في حياتك؟ الصلاة هي محور الحياة دكتورة. نعم. اليوم بدون صلاة إحنا لا شيء. نعم. الصلاة هي عبارة عن مش بروتوكولات ولا هي روتين ولا هي مجموعة من الكلمات. نعم. الصلاة هي بحد ذاتها هي تواصل مباشر بين الله وبين الإنسان. اليوم أنا دائما بحكي للشبيبة عندي، اليوم في علاقة متبادلة، أنا أتكلم مع الله وأستمع إليه، أتكلم عبر الكلمات البسيطة اللي تنبع من قلبي بغض النظر هي صلوات لترجية بالكنيسة أو صلوات الفردية. حلو. ولكن أنا برجع أستمع لله عبر الكتاب المقدس، الله يتكلم فيه عبر الكتاب المقدس، بحكي لي إيش بده مني، إيش رسالتي اليوم. اليوم قديش نطلب من الشباب ومن الناس أنها تهتم بقراءة الكتاب المقدس اللي هو جزء كبير من صلاتنا، اللي هو من حياتنا اليومية. قديش الكتاب المقدس قادر يعطينا مجموعة كبيرة من الأجوبة. نعم. قديش صلاتنا اليوم قادرة أنها تعطينا تعزية بفرحنا. نعم. وتعطينا تعزية بحزننا وتعطينا رجاء وتعطينا ثقة. قديش. نعم. اليوم الشباب
قادرين أنهم يكونوا حاملين لهاي الصلاة. نعم. اليوم اليوم المشكلة المعاصرة بشبابنا بسمعها كثير، أنه اللي بروح يصلي بيلتزم بالشبيب بيلتزم بكنيسة، هو بالنسبة لأصدقائه هو شخص رجعي نوعا ما. فاليوم لا، كل ما كنت قريب من صلاتك، كل ما أنت كنت قريب من ربنا، أنت شخص صح ماشي، وأنت الشخص القدوة بأخلاقك وبأفعالك. اليوم الصلاة هي تواصل وفعل محبة. يوم كل ما كنت كل ما أكون قادر أنا أصلي، اليوم قديش أنا بقدر أكون بتواصل بألف مع الله. اليوم مثل ما بشوف بسفر التكوين الفصول الأولى، اليوم لو كان في تواصل مباشر بين الله بين الإنسان والله كما شفنا الخطيئة. ولكن اليوم بفعل أن الإنسان هو الذي قطع التواصل، فهو اللي ركض على الخطيئة وراح على الخطيئة. فاليوم كل ما أنا بقرب لربنا وبعمل هالتواصل، الله لا يقطع علاقته فينا أبدا. الله دائما فاتح حضنه مثل إنجيل ابن الضال. ولكن إحنا اللي بنقطع العلاقة وبنلف وجهنا. اليوم الصلاة هي اللي بترجعنا للحضن الأبوي. وربنا أكيد استقبلنا دائما بنعمة أبنا. آمين. اليوم عم نتحدث عن خطورة عدم الصلاة، وأنت بتعرف نحن في زمن الأربعين المقدس، والصلاة هو جزء من هذا الزمن، ومن دون صلاة صيامنا يعني ما بعرف إنه نقول غير مقبول لدى الله. لكن الصلاة هي أحد العناصر المهمة في الصوم الأربعيني. فماذا تحدثنا أبونا جوزيف؟ أول شيء الله معكم، والله مع مشاهدين ورسات الأردن وكل العالم، أنتم عم بتضوع كل العالم. دكتور، نحن بدنا نفهم يمكن بعد كتير أساسي صار بحياتنا اليوم. أركان الصوم كل العالم صارت بتعرف أنه هي صلاة صوم وصدقة، وأنا بزيد عليهم كلمة صمت، أو هالصمت المقدس اللي فيه الإنسان بيدخل إلى أعماقه وبيتحد بخالقه، لأنه زمن الصوم هو زمن البحث عن يسوع بحياتنا. هيدا الشيء تعرفي كمخة الحياة، ويمكن بجنزر القلب، ويمكن بتصفي مثل الأرض البور اللي بدها كتير عناية وسقاية. بتجي الصلاة بتقطع مثل الندى هيك على القلوب العطشاني. يسوع بتعرف وقت بلش رسالته من بعد المعمودية دغري بنهر الأردن، انسحب إلى الصحراء وبلشت صلاته، وصارت التجارب الثلاثة اللي كل العالم بيعرفوها، وبيقول شغلة: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. أجمل صلاة دكتور هي وقت اللي بالحقيقة بنقعد مع كلمة الله ومنتأمل فيها ومنصليها، منصفي نتنفسها ومنصفي نعيشها. أنا هون عندي دعوة من خلال برنامجك هلأ لكل المسيحيين: صلوا الكتاب المقدس، اقروا الكتاب المقدس، استثمروا كلمات وآيات الكتاب المقدس بحياتكم اليومية. بعرف أنه كلنا عنا مقاسي وعنا مشاكل بس بتعرف الأرض العطشان، القلب العطشان، شو اللي بيرويه؟ بتروي كلمة الصلاة، كلمة الإيمان، وبتروي كلمة الله ليس بالخبز وحده. ومشان هيك نحن منصوم. وأنا بقول لهم كل شيء بدكم تعملوه اعملوه بفرح، اعملوه بإيمان. مش تقول هيدا، يعني ما بدنا نكون انتهازيين وبعدين مرات منختار أنا بعمل مع هيدا ما بعمل مع هيداك، بساعد هيدا ما بساعد هيداك، بعطي لهيدا ما بعطي. أنت بتعطي أو أنت بتصلي حتى لأعدائك، وهون منقول: أحبوا أعدائكم، باركوا لاعنيكم، صلوا لمضطهديكم. إذا هيدول ما رح نعملهم دكتور، نحن بخطر. بهذا وصلنا أعزائنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك: لا يمكن للأردن التقدم للأمام دون دور فاعل للمرأة. المدينة المقدسة تحتفل بانتهاء أعمال الترميم في علية صهيون. نورسات تنظم دورة تدريبية في الإعلام المرئي والمقروء. الكنيسة القبطية في عمان تحتفل بالعيد 32 لرسامة القمص أنطونيوس صبحي. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.